تابعي قناة فادي التعليمية، أهلا ومرحبا بكم في حلقة سنستعرض فيها توصيلة ستار دلتا أوتوماتيكي لمحرك 3 فاز من خلال تايمر ريلي. نبدأ بالتعرف على أجزاء هذه الدائرة. هنا الخط الحامي، وهنا بالأسفل الخط البارد. الخط الحامي يؤخذ إلى الفيوز للحماية، ثم إلى الأوفرلود الحراري نقاط 95-96 نورمال كلوز لحماية المحرك من ارتفاع التيار. هنا بوش بوتون S1 ضاغط إطفاء، وهنا ضاغط بوش بوتون ضاغط تشغيل نورمال أوبن. هنا نقطة مفتوحة نورمال أوبن تابعة لمفتاح المغناطيسي KM1، هذه تؤمن استمرارية لسيران التيار ل كي ام 1 عندما نقوم بالرفع اليد عن S2. هنا التايمر ريليه وله نقاط تلامس، هنا نقاط نورمال كلوز 15-16، وله ايضا 17-18 نورمال اوبن مربوطة مع بعضها ميكانيكيا، بحيث اذا تم فصل هذه النقطة يتم توصيل هذه النقطة. هذا التايمر يعمل بعد زمن معين، يقوم بتغيير وضعية النقاط التلامس التابعة له. هنا مفتاح مغناطيسي KM2 ستار تابع ل يعمل عمل ستار. هنا مفتاح مغناطيسي ليعمل عمل الدلتا. هنا نقاط تلامس نورمال كلوز لكلا المفتاحين KM2 وKM3. هنا النقطة المغلقة التابعة لKM3، وهنا النقطة المغلقة التابعة لKM2. وهنا هذه النقاط تستخدم للحماية، بحيث لا يعمل KM3 إذا كان KM2 شغال، أو لا يعمل KM2 ما دام KM3 شغال. لنبدأ الآن بتفسير هذه الدائرة. نقوم بتشغيل الدائرة. هنا التيار الكهربائي يصل إلى الفيوز، نقوم بتشغيل الفيوز وينتقل إلى 95 نورمال كلوز وهي مغلقة في الأوفرلود الحراري، وتصل التيار إلى S1 وهو ضغط الإطفاء. الآن بعد S1 يقف التيار هنا وهنا منتظر أن نقوم بالضغط على S2. عندما نضغط على S2 سوف يسري التيار إلى KM1 فيعمل KM1. مجرد أن يعمل KM1 ستعمل النقطة KM1 النورمال أوبن التابعة له وتغلق الدائرة، بحيث تؤمن استمرارية التيار إلى KM1 إذا رفعنا يدنا عن S2 وانقطع التيار من هنا. أيضا سيصل التيار إلى الريليه هنا، وسيبدأ الريليه في العد حسب الزمن الموجود عليه، وضعناه 10 ثواني. هنا سيقوم أولا بالتوصيل إلى ستار، يقوم بالتوصيل إلى ستار من خلال نقطة التلامس التابعة له 15-16، ومن خلال النقطة المغلقة ب KM3 سيصل التيار أيضا إلى KM2 حالة الستار، ويبقى يعد إلى 10 ثواني، ثم يقوم بالفصل عن نقطة الستار، ثم يصل إلى الدلتا من خلال هذه النقطة 17-18، فتكون وضعية الستار هنا إغلاق، فيصل التيار إلى الدلتا. لنجرب الآن الضغط على S2 ونبقي يدنا على S2، ثم نرفع اليد سوف يستغل ستار ثم يتحول إلى الدلتا. نعيد الكرة مرة ثانية، نطفي من S1، والآن نضغط على S2 ونرفع اليد، وهنا يبدأ يعد التايمر ويحول التشغيل إلى الدلتا. اشتغل
الآن كونتاكتور الدلتا، ويبقى يعمل الدلتا لفترة فترة التشغيل كاملة حتى نقوم نحن بإطفائه من S1 أو إطفائه بقطع الفيوز من هنا بإزالة الفيوز أو بالضغط على F2 اللي هو الأوفرلود الحراري. فمثلا نضغط على الأوفرلود الحراري سوف ينفصل التيار عن بقية الدائرة، سوف لن يعود التيار إلا إذا ضغطنا على F2 مرة أخرى، سوف يعود التيار إلى وضعه الطبيعي إلى هنا. سنقوم الآن بالتشغيل مرة أخرى من S2 وننتظر الآن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. إذن قام بالتحويل إلى الدلتا. ما الفائدة من التحويل من ستار إلى دلتا؟ سيعمل المحرك ستار لإقلاع المحرك بتيار قليل ومعقول، ثم ينتقل إلى الدلتا بعزم وتيار قوي ليبدأ العمل حسب المطلوب من المحرك. مع تحيات قناة فادي التعليمية، محدثكم فادي حداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.